بس نرجع تاني لبرنامجنا، واحنا زي ما كنا متعودين في كل حلقة ان احنا بنكون بنتكلم على حكاية مثل. المثل بتاعنا النهاردة بيقول: هتروح فين يا صعلوك؟ دايما بنقول بين الملوك. الموضوع ده دايما بنقوله على حد عنده حلم، عنده أمل، عنده أمنية ويحاول انه يحققها، والناس اللي حواليه يهدموه يهدموه يعوقوه، ما يخلوش حتى يحاول يفكر انه يستثمر نجاحه، انه يعمل حاجه جيده، بيهدموه بيشدوا له الخلف. هل المثل ده او الجمله دي لما بنقولها هل هي حقيقيه؟ يعني هل قصتها الحقيقيه بتاعنا المعنى بتعني المعنى اللي احنا بنبقى قاصدينه لما بنقوله لحد؟ قبل ما نقول القصه الحقيقيه والموضوع الاساسي اللي هتروح فين يا صعلوك بين الملوك، اوعى تخلي حد في حياتك يهدمك. اوعى تخلي حد في حياتك يهدمك، لا اللي بيحبوك ولا اللي بيكرهوك، لا اللي بيحبوك من خوفهم عليك ولا اللي بيكرهوك من غيرتهم منك. دايما بنقول الحب ملوش مكان والحلم والطموح ملوش عنوان، في اي مكان هتحقق حلمك هتوصله. هتروح فين يا صعلوك بين الملوك؟ كان في موظف حسابات اسمه زعلوج. زعلوج الموظف ده كان شغال ماسك الحسابات لأحد المماليك. احنا عارفين ان مذبحة المماليك في 1811 كانت في القلعة. زعلوج الموظف ده كان موجود مع أحد المماليك بالصدفة، وراح القلعة مع المماليك اللي كانوا موجودين وتم ذبحه في مذبحة القلعة اللي كان ضحاياها 470 واحد من المماليك. هو مش مماليك، هو موظف. فتداولت بعد ما الناس عرفت ان هو تم قتله في المذبحة، دايما كانوا بيقولوا: هتروح فين يا زعلوج زعلوج بين الملوك. وتم تعويض الأسرة بتاعته بعد كده عن الحادث ده، لأنه ما كانش مقصود من ضمن المماليك اللي موجودين، لكن دايما فضلت موجودة موجودة لغاية ما وصلت لنا: هتروح فين يا صعلوك بين الملوك. الحلقة بتاعتنا النهاردة فيها حاجات كتير، فيها موضوعات كتير، وما ننساش ان احنا دايما في كل حلقة بنقول مجموعة من الأسئلة وجوائزنا اللي ما بتخلص ومفاجأتنا اللي دايما دايما بنحاول ان احنا نخلي الحلقة بتاعتنا متغيرة وممتعة وفيها كل النوعيات، كل الحاجات اللي احنا حابين ان احنا نشوفها، اللي حابين ان انتوا تشاركونا معانا. بيظهر الواتس على الشاشة لأي حد حابب انه يشارك معانا، يظهر موهبته، يتكلم عن هدفه وعنده حاجة نقدر نساعده فيها، ياريت يتواصل معانا. وعلى طول فريق العمل بيتواصل معاه، وتقدر ان انت تعرض كل اللي عندك من خلال شاشة قناة الصحة والجمال. معانا النهاردة سلسلة حلقات هتبقى موجودة معانا شخصية من الشخصيات النادرة في عالم القانون، شخصية تهتم بالمجتمع والقضايا الإنسانية. هو إنسان بمعنى الكلمة. هيكون معانا في سلسلة من الحلقات، وهنتكلم معاه عن موضوعات مهمة وقضايا متنوعة، وممكن كمان أكيد القضايا المتنوعة هتبقى حديث الساعة. بيهتم بالمواطن المصري في المقام الأول والأخير. معانا رجل قانون المستشار الدكتور أحمد فؤاد الجهيني، أستاذ القانون الدولي العام، أمين عام منظمة الأفرو آسيوية للحقوق الإنسان والتحكيم التجاري والدولي، وعضو اتحاد المحامين العرب. هيبقى معانا في مجموعة وسلسلة من الحلقات في كل أسبوع، هنسمعه، هنحاوره، هنعرف منه إيه القضية اللي بنتكلم عنها في كل موضوع، وإزاي نقدر نستفيد، نركز كويس قوي، لأن كل قضية هنتكلم فيها معاه في كل أسبوع قضية تخصنا، تهمنا في الوقت الحالي، وتهم المجتمع المصري، شريحة كبيرة من المجتمع المصري يهمه الموضوع اللي هنسمعه النهاردة، والموضوعات اللي هنسمعها في سلسلة من الحلقات اللي هتبقى معانا موجودة في الحلقات القادمة إن شاء الله. هنطلع نسمع ونشوف إيه الموضوع المهم النهاردة اللي هيكلمنا فيه المستشار الدكتور الأستاذ أحمد فؤاد الجهيني. المستشار دكتور أحمد
أحمد فؤاد الجهني، أستاذ القانون الدولي العام وأمين عام للاتحاد الأفرو آسيوي للتحكيم التجاري الدولي وحقوق الإنسان وعضو في اتحاد المحامين العرب. بنرحب بحضرتك، ونحب نعرف السادة المشاهدين في قناة الصحة والجمال بحضرتك أكثر. مرحبا بحضرتك وبالمشاهدين وبقناة الصحة والجمال. بداية أنا أحمد فؤاد الجهني، المحامي بالنقض والمحكمة الدستورية العليا، عضو اتحاد المحامين العرب، عضو الجمعية المصرية للقصاص السياسي والإحصاء والتشريع، عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي، أمين عام اتحاد الأفرو-آسيوي للتحكيم التجاري الدولي وحقوق الإنسان. دراساتنا وتخصصنا في الاتفاقيات والعلاقات الدولية والقانون الدولي العام. مساهمتنا القانونية من منطلق عملنا العام والخاص، احنا نشاطنا الرئيسي هو طبعا المحاماة، وبينحصر عملنا في قطاعات مختلفة، منها القطاعات الاقتصادية ومنها القطاعات الاجتماعية وبفروعها المختلفة، منها القطاعات المؤسسات الاقتصادية من قطاعات الأسمنت والعقارات والبورصة المصرية والنقل والسياحة وجزير من المجالات دي. عندنا برضو النطاق بتاع الاختصاص بتاعتنا خاص بالعلاقات الدولية من الناحية التجارية واللي بتخضع لقانون التجارة الدولية والقانون الخاصة، وكذلك برضو الاتفاقيات الدولية وبترتب عليها من مجالات وموضوعات. طبيعة الحاجات اللي احنا اشتغلناها، يمكن اشتغلنا برضو عملنا برضو يمكن موجودة على يعني موجودة في السوق معروفة، ونقدر بالبحث في مواقع البحث جوجل وغيره موجود بشكل واضح، يعني من قضايا بعض الفنانين والمشاهير من الناحية الجنائية ومن الناحية المدنية وخلافه. عندنا موضوعات يمكن جزء منها يعني وطني واقتصادي، عندنا يمكن أكبر قضية في العالم من حيث الرقم، قيمتها 16 مليار دولار، دي في لدى المحاكم المصريه، يمكن دي اكبر قضيه في مصر من حيث الرقم، وكذلك اكبر قضيه في العالم وليها بعد يعني اقتصادي وطني، من الشركات الحكوميه اللي كانت مملوكه للدوله وتم التصرف فيها وبيعها، وما ترتب على ذلك من اثار وخلافات فيها بعد دولي مع شركات اجنبيه متعدده ومتعدده الجنسيات. اشتغلنا برضو في موضوع برضو ليه بعد برضو وطني خاص بقضية طلب تحليل الدي ان ايه للأسرى المصريين بعد 67، وكان ده عشان نقدر نحدد الاشخاص اللي هم من حقهم اقامة الدعاوى، لما يتحلل الدي ان ايه يبدأ يتحدد مين الورثة الشرعيين للاشخاص اللي ماتوا في 67 اللي يقدروا يلجأوا بقضايا التعويض ضد المعتدين في توقيتها. ومن المجالات المختلفة في هذا المجال، ويمكن ده النطاق العام والخاص بتاعنا، بنهتم برضو بالقضايا المجتمعية والبعد الإنساني في القضايا. الحمد لله رب العالمين، ربنا من علينا، يعني عندنا جزء من شغلنا اللي بنعمله بدون أتعاب وبدون أجر، للأجزاء اللي احنا شايفين منها في بعد حق وحقيقة وبرضه مرتبطة بإمكانيات البعض في مسألتها، بنتناول بعض المبادرات الخاصة بالمساعدات القانونية للمحتاجين من المعوقين أو السيدات ذوي الاحتياجات الاجتماعية بشكل أو بآخر لموضوعاتهم القانونية. ده برضو من ضمن مجالاتنا، لمساتنا موجودة حتى في قضايا الأسرة بشكل عام، وليس كمحامين للقتال في أروقة المحاكم للأسرة، ولكن كيف يتسنى أن يكون القانون خادم لتحقيق الاستقرار الأسري والمجتمعي أكثر منها النزال لتحقيق شخص ينتصر على الآخر. والحمد لله رب العالمين نجحنا في كثيرا من الحالات دي بشكل جيد، يعني يشار الله بالبنان، يعني الناس كتير كانت نتائج جيده جدا لهم في حياتهم الحمد لله رب العالمين. شهد المجتمع المصري جدلا واسعا بعد ان اثير مسوده مشروع قانون تعديل الاحوال الشخصيه، والذي يتضمن عددا من المواد الخاصه باحكام الزواج والطلاق، وهي قضيه تمس الاسر المصريه بشكل مباشر. لو تحدثنا عن بند حالة الزواج الثاني للزوج، عليه أن يخبر زوجته الأولى بهذا الزواج أو سيتعرض للحبس. رأي حضرتك، هل هذا البند منصف للمرأة المصرية أم أنه انتهاك لحقوق الرجل المصري؟ أولا يعني طبعا
حوار المجتمع اللي أثير بالنسبة للقانون ده كتير جدا وجدل كتير جدا، رغم ان هو مش المادة الوحيدة اللي هي بتعدل في قوانين الحالة الشخصية، يعني في قوانين كتير جدا جدا وحاجات مهمة للمجتمع اكتر من الكلام ده. يعني انا طبعا مش عارف هو ده ليه الاهتمام بالجزئية دي، ولكن يعني احنا عندنا الاستضافة، يعني اغلب اللي حصل حالات الانفصال اللي موجودة وفي اولاد، مسألة الرؤية والاستضافة مسألة جوهرية، وفي ناس متضررة منها جدا 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 وامثله كتير جدا. اما بالنسبه للمساله المثاره في القانون ده، الجزئيه الخاصه بتوقيع جزاء جنائي على الراجل اللي ما يخطرش زوجته يتزوج باخرى، والبعض فاهم بينظر للموضوع ده ان ده انتصار لحق المراه، انا يعني عندي تحفظ هنا ان المراه المصريه ليس هي كلها المراه متزوجه بالزوج اراد يتزوج باخرى، ولكن المرأة المصرية عندنا المرأة المصرية هي المرأة المتزوجة والمرأة المطلقة والمرأة الأرمل والفتاة التي تأخر زيجها، وكذلك كل المسائل دي بترتبط بأن دي كلهم سيدات ليهم حقوق مجتمعية وليهم مراكز قانونية، يجب أن احنا وإحنا نبص للقانون يبقى لازم نراعي هنا براعي المرأة. ننسى مسألة الرجل في اللي عايز يتجوز بأخرى، ده قصة تانية مش موضوعنا. هو احنا ليه شايفينها من منطلق ان هو الراجل عايز يتجوز وتعدد وكلام من ده؟ لا خالص، هو الراجل بيتجوز مين اللي هو متزوج ده؟ هو الراجل النهارده احنا في الشارع الاسلاميه عندنا في زي ما عندنا زواج عندنا طلاق، في شرائع اخرى ما عندهاش طلاق. طالما عندنا طلاق يبقى عندنا حالات بتبقى في انفصال في الحياه الاسريه بتكتمل بحاجه ثانيه، يبقى بالتالي لازم نبقى فاهمين ان التعدد في الشارع الاسلاميه واسبابه من ضمنها معالجة المسألة الأخرى في ميزان الاجتماعي، زي ما في حالات طلاق في حالات تعدد زواج، عشان معالجة المسألة دي من ناحية الاجتماعية. يبقى نقف هنا نقول إن المسألة بتاعت القانون لما نبص لها مسألة الإختيار لا خلاف عليها وكله متفق عليها إن دي مسألة جوهرية مهمة في الأسرة، إن الأسرة تعرف ان في زوجة تانية، لان في زوجة تانية معناها ممكن في اولاد تانيين. هيحصل ايه؟ هيحصل لو حصل وفاة للراجل بيحصل مشاكل ممكن يكون متفاجئين بيها، في ولاد بيجي يخش الجيش يتفاجئ ان ليه اخ تاني بعدين، ليه الرسول لما اتزوج سرا؟ يعني بان احنا نبقى فاهمين ان مسألة السرية دي مسألة لا يعني غير ادمية بالنسبة للمرأة، سواء المرأة الاولى او المرأة التانية. ما هو احنا بنبص ليه ان الراجل والست يتجوز عليها؟ لا، ده في مرأة تانية في الموضوع، يجب ان احنا نراعي حقها، لان هي بتتزوج الراجل ده هي بتكمل حاجة ناقصة في حياتها ولازم نحترمها، ولكن احنا بنحترمها في اطار يديها قدرها ويديها كرامتها كمرأة، وكذلك المرأة المتزوجة بالراجل. وبالتالي احنا هنا التحفظ عليه، التحفظ على عقوبة الحبس. يعني ايه عقوبة الحبس؟ يعني مين المستفيد لما يحصل ان الراجل اذا تزوج باخرى وما اخطرش زوجته يتحبس؟ مين المستفيد؟ لمصلحه مين كده؟ لمصلحه المراه؟ اي مراه فيهم؟ دي ولا دي؟ ولا مصلحه الاسره المصريه اللي هو لما يجي يخطر زوجته هتقول له طلقني؟ ما الثقافه المصريه بقى يعني بقى دخل فيها حاجات مش مرتبطه بالمصريه فيها، ده مرتبطه بثقافه غربيه طفحت عندنا. لا، ده هو لو قال لها هتقول له طلقني، طب لو ما قالهاش هيتحبس، طب لو اتحبس مين المستفيد؟ ولاده؟ ولا هي؟ ولا الزوجه الاولى؟ ولا الزوجه الثانيه؟ ولا القانون؟ طب هو ده ممكن نقول بقى اصل المصريين ما بيجوش غير بالحبس. لا طبعا، المصريين عندهم كرامه ونقدر نحترم ارادتهم ونحترم رغباتهم في شكل تنظيمي من غير ما نكون احنا بنفرض عليهم عقوبه الحبس عشان يخاف. ليه يعيش يخاف يعني؟ يعني هو مين لمصلحه مين؟ طب والنهارده لو هو خاف الراجل من ان هو يقع تحت طائلة القانون يتحبس او يدفع غرامه، بقى عنده المبرر ان يعمل علاقات خارج الزواج وما يتجوزش او يتجوز عرفي وورقه واحده معاه هو وما يداش هي ورقه، ونخش في مشاكل اجتماعيه. يا اما ننشر رذائل ومشاكل اجتماعيه تبقى فيها حاجات مجربه محرمه، يبقى احنا اللي بندعو للزج بالراجل ان هو يخش في سكه اصلا غير شرعيه، لا اما يعمل ورق عرفي ويعمل ورقه واحده ونعرض المراه الاخرى. المراه برضه ما احنا برضه مهتمين بيها ولازم نراعيها. احنا هنا لو احنا بنراعي المراه مش بنراعي الست في البيت بس، بنراعي ست تانيه اللي هي برضه بقى ليها حقوق وحقوق لازم نراعيها. لا اما
هيتحبس. وبالتالي عقوبة الحبس هي عقوبة ليس غرض منها غير الحد من التعدد اللي هو بيسيء لمين؟ بيسيء للمرأة بمفهوم آخر، بس مش المرأة اللي هي فاهمة ان القانون معمول عشانها، لا، المرأة التانية اللي لها حقوق اكتسبتها من خلال الوضع الاجتماعي. هو مين اللي ادها حق انها تطلب الخلع؟ مش القانون. طب اتخلعت وقعت، عايز اتجوز، هتجوز مين؟ هتجوز واحد عنده 20 سنة ولا هتجوز واحد قادر ومتزوج؟ هتجوز واحد قادر ومتزوج، طيب يقول لزوجته ولا يخبي عليها؟ طب يقول لزوجته يتحبس ولا تطلق منه ولا ما يتجوزهاش بورق؟ ونهين الزوجة الجديدة اللي عايز تتجوز وعايز تكمل حياتها في حلال وفي استقرار شرعي. يبقى احنا بنقول لهم هنا لا، اوعى تمشوا بما يرضي الله، امشوا بما لا يرضي الله والقانون هيحميكم. هنا يبقى هنا القانون مقاله نتيجة غلط، مضرة للأسرة ومضرة للمجتمع ومضرة للزوجة ومضرة للمرأة التانية قبل ما يكون مضر للراجل. يعني الراجل هنا خارج المنظومة دي. الراجل بالنسبة له هيكون ايه؟ عنده عباء زيادة، هو مش مستفيد لما يتجوز 2 و3، لكن هو بقى النهاردة هيبقى عنده سكة تانية احنا بنحضه عليها ان هو يمشي في الغلط.